النيبي ابقى تبقى مرحبا ومسهلا وش حالك شلك لا حيد العيش حيد العيش ما يبغى وياك يا الله ما مرحبا كيف الحال؟ الله حيك ساك طيب ساك طيب انطباعك على المهرجان؟ والله انطباع السعد ما شاء الله تبارك الله مهرجانه مضبوط والاجواء زانت فيه ذي الايام والاجواء زانت الايام والله حلو نعم وهذا ان شاء الله من حظ مشاركين هلايا والزوار هذا هو الكلام هذا هو الكلام صحيح احنا ودنا يطول عمر السلامه مع ذا الاجواء اما حميس ولا مقلقل ومقابل وجيهكم من الحوارات الغانمه يا سلام بس ولا شيء واجد صحيح وانت وانت اللي حوله عشان خدوميه مره خدوميه يا رب طول عمرك يا سلام حالك عساك طيب في توتر مالك لو في توتر من الاسئله ولا شيء لا لا مالك خذ راحتك انطباعك على المهرجان والله انطباعي طباعي السعد مهرجان عالمي حلو والاجواء ما شاء الله تبارك الله نشكر الشيخ فهد بن حذليل بيض الله وجهك وجهك على مهرجان العالمي هذا والسنه هذه ما شاء الله ما شاء الله ومن حظ المشاركين ذا الشنا والمجاوري اي والله اللي لكن من اجواء ذي اياه اذا كانت ويس ايوه اما ذي فلا تعذبنا طلع متعذبين ذي الحين الله يبيض وجهك مساكم الله بالخير وش حالكم استريح استريح وش حالك انطباعك على المهرجان والاجواء الاجواء والله ممتازه حلو والمهرجان على العظم من يقول تشجع في المهرجان راح تشجع باللبدان حلو هذا العيد حلف يومية مالك ذول حيد العيون مالك ذول حين باك كيف الحال؟ بخير الله يعافيك عساك طيب نحمد الله ونشكر انطباعك على المهرجان ذا السنة المهرجان والله ما شاء الله عليه في تطور من اجمل لاجمل ان شاء الله الاجواء الاجواء ثقة والله شوف ترى ما فيه توتر احنا هنا وناسة اي عز الله طربة ايه ضحك استهبال الله الله تنطل ذا كلمة نزالة هذا الحين توتر ومتوتر يا اخوي خليك طبيعي عساك الله بالخير النور يا مرحبا كمان دايج بالراحه عساك طيب خير يلا حي انطباعك على المهرجان المهرجان ما في كلام مره اي والله لا ما سكبت من حثلين اكيد تفضل انا اشكر فهد بن حثلين اللي قايمين على هذا المهرجان الله يبيض وجهه ومن افضل لافضل الله يبيض وجهه ويسعدكم جميعا لا انت ولا انت عساك الله بالخير مرحبا كيف الحال عساك طيب خير الله حي خير الله يطول عمرك انطباعك على المزاين وكيف الاجواء في المزاين والله والله انطباع السعد ان شاء الله أول شيء الحمد لله المهرجان ما شاء الله ترتيب ويعني أشكر القائمين عليه الله يطول عمرك وعاد الأجواء اليوم ما شاء الله يبي لها تيوس ولا ما يبي لها يبي لها على قولتك أبو مرداع يبي لها تيس يلا نشوفكم في لقاء بكرة بإذن الله الله يوفقكم